خلينا قبل ما ندخل على الديزاين افهمك كام حاجة بس في موضوع المقاسات، وكمان ايه الفرق ما بين الكارت الشخصي وما بين الاي دي. مبدئيا كده انت لو رحت على جوجل وكتبت له هنا كارت شخصي هتعرف ايه الفرق ما بينه وما بين الاي دي. لان ببساطة كده الكارت الشخصي هو بيكون كارت ورق، تمام، بعكس الاي دي بتكون الخامة بتاعته البلاستيك اللي عاملة زي الخامة بتاعته البطاقة الشخصية مثلا. طيب نروح لحتة المقاسات. مبدئيا كده في ناس كتيرة جدا هتلاقيها بتقول لك كذا رأي في حتة المقاسات، وغالبا هتلاقي معظمهم بيكون عنده حق او مثلا هو الرأي الصح. في حد هيقول لك 9 في 6، وفي حد هيقول لك 8.5 في 5.5، وفي حد يقول لك 8.5 في 5، وكل الكلام ده هيرجع لحتة ان هو الشخص بيقول لك مثلا لو حد بيقول لك 9 في 6 هو بيقول لك بزيادة، لان هو عايز يديك الامان الكامل للقص للشخص اللي هيطبع لك ويقص لك. فانت الافضل انك تشتغل على 9 في 6 وتسيب 0.5 سنتي من كل جنب في الكارت عشان خاطر لما ان شاء الله تطبع الديزاين بتاعك والشخص اللي بيقص ما ياكلش من اي كلام. وكمان لما هناخد 0.5 سنتي من كل اتجاه احنا مش هنقرب الكلام بتاعنا او الديزاين بتاعنا من في 0.5 سنتي ده. فخلينا نخش عمليا نشوف مع بعض ازاي. انا مثلا زي ما قلنا موضوع المقاس، اول حاجة بروح لها كلمة فايل نيو، ومن هنا كده هكتب 9 سنتي في 6 سنتي في ريزوليوشن 300، تمام، وهخلي الكالر مود سي ام واي كي، وبعد كده هدوس له كرييت، هيفتح معايا بالشكل ده. طيب مبدئيا كده خلينا نشوف هنسيب 0.5 سنتي ازاي من كل اتجاه، وليه انا خليت الريزوليوشن هنا خليته 300 مش 72 زي ما عملنا في اليوفط. طيب لو احنا اشتغلنا في اليوفط زي ما قلت احنا خليناها 72، طيب خليناها 72 لان احنا مزودين هنا السنتيمتر 300، كنا عاملينها 300 في 100، لكن هنا الكارت الشخصي 9 سنتي في 6 سنتي. انا لو خليتها 72 وحاولت اعمل الديزاين واعمل زوم في اي حاجة موجودة في الديزاين مش هشوف اي حاجة من كتر البكسرة اللي هتبقى قدامي والتشويش والنغمشة وكل الكلام ده. لكن 300 يبقى انا هنا بكبر الرقم بتاع الوضوح، هو بيخليني ببساطة لما اعمل زوم جوه الديزاين جوه المقاس الصغير ده اقدر اكون شايف كل حاجة وكل حاجة قدامي واضحة، بعكس طبعا اليوفط. فده الفرق ما بين الاوفسيد واليوفط والمقاسات الكبيرة والمقاسات الصغيرة والرقم اللي احنا شرحناه دلوقتي قلنا هو بيعمل ايه. فهدوس له اوكي، تمام. طيب هاجي هنا للديزاين بتاعي. زي ما قلت انا محتاج في الاول كده اسيب 0.5 سنتي من كل اتجاه عشان ابقى عامل امان كامل في الديزاين بتاعي. اول حاجة هعملها هروح عند كلمة فيو وهاجي عند كلمة نيو جايد، تمام، وهاجي هعلم على اللي تحت دي اللي هو من الشمال لليمين يعني، او من الجنب مش من فوق وتحت وكده. طيب هنا كده انا هعمل نقطة او دوت وبعد كده 5 من 10 وهدوس له اوكي، هيبدأ اهو بيعمل لي خط بعد 0.5 سنتي من الديزاين. هروح جايب المربع ده كده وهعمل سيليكت على الجزء ده اللي هو 0.5 سنتي وهنقله معايا بالشكل ده، وشايف الشكل اللي عامل زي المسطرة اللي هو ده، تمام، ممكن يبقى مختفي معاك بالشكل ده بس انت لو دوست كنترول انتر من الكيبورد هيظهر، هتبدأ تشد منه خط كده وبكده تبقى انت سبت 0.5 سنتي من الشمال ونص سنتي من اليمين. طب انا عايز اعمل 0.5 سنتي من فوق ونص سنتي من تحت، هروح جاي عند النيو جايد وبدل العلامة اللي هنا دي هخليها فوق وهعمل نفس الموضوع وادوس الاوكي، وهبدأ اخد نفس المربع من نفس السيليكت واشده تحت كده وهبدأ اشد خط بالشكل ده. فانت كده عملت امان للقص في الكارت بتاعك، تمام، بزيادة كمان يعني 0.5 سنتي كتير قوي. لو انت جيت بقى جبت المربع بتاعك كده وقست الجزء بس اللي انت هتشتغل عليه ودوست F8، لو بصيت هنا كده هتلاقي ان اصبح المقاس اللي جوه ده 8 سنتي في 5 سنتي، تمام، لان في ناس تقول لك 8.5 على اساس ان النص ده انت هتسيبه او 9 في 6 زي ما احنا ما اشتغلنا والنص برضو هنسيبه. ففي الاخر موضوع الامان ده يفضل زي ما انا ما قلت لك كده. طيب ازاي بقى اشتغل ديزاين كارت؟ مبدئيا لو انت ما عندكش اي خلفية تماما عن موضوع الكروت او انت مش عارف ازاي تعمل ديزاين هقول لك على طريقتين. اول طريقة هتروح لموقع زي موقع فريبك وموقع تاني زي موقع شطر ستوك، تمام، دول
هتقدر تجيب منهم افكار وتقدر تجيب منهم ملفات وتقدر تجيب منهم صور يساعدوك ازاي تصمم كارت شخصي. فخلينا هروح لموقع زي فريبك. طبعا الموقع ده بيديك حاجات فري كتير جدا ببلاش، موقع يعني معظمه مجاني بس في برضو اشتراك للحاجات المميزة قوي. طيب انا لو كتبت له هنا، خلينا اكتب له بيزنس كارد اهو، هيبدأ يديني اشكال كتير جدا بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. طبعا انا ممكن اقول لك ازاي تبدأ يعني تنفذ الديزاين لأي ديزاين كارت قدامك من الصفر، بس انا بقول لك على الطريقة اللي كل الديزاينرات بيشتغلوا منها، هو ان انت بتجيب كارت وبتبدأ تعدل عليه. طبعا دي كلها حاجات موجودة فري، يعني ما حدش هيقدر بعد كده يجي يقول لك الديزاين ده بتاعي انت سرقه مني مش عارف ايه، لا ما فيش الكلام ده، هو ده موجود مجاني اهو. طبعا في الحاجات المدفوعة اللي هي بتبقى محتاجة اكاونت بتلاقي الكلمة اللي كلمة داونلود بالاصفر كده، والحاجات الفري هتبقى موجودة برضو اهو، بس كلمة داونلود بتكون لونها اخضر لو انا ايه خرجت من الاكاونت يعني. فخليني انا مثلا هاخد الكارت ده واقول لك ازاي تحمل وتعدل على الكارت اهو. هو مبدئيا بيديك كل الملفات الستريتور، تمام، بتبدأ تفتحها بسهولة على الستريتور بالشكل ده. لحظات معايا كده، هتدوس نو اهو، هتلاقي عندك الوش والظهر. كمان لو انت مش عايز الكارت ينزل لك الستريتور مفيش مشكلة، بتروح هنا كده بتلاقي كلمة اسمها بي اس دي، هشيل كلمة فري وهعلم على كلمة بي اس دي. هيبدأ يديك كروت كتيرة جدا بي اس دي اهو، تقدر برضو تفتحه على الفوتوشوب عادي اهو، هتلاقي الوش والظهر موجودين فوق بعض. طيب بكل سهولة، تمام، كل اللي انت بتعمله ان انت مثلا هتاخد الكلام ده كله تحطه في المقاس بتاعك اهو، شايف حتى يعني نفس الامانات اللي متاخده هنا هي بالظبط اللي احنا واخدينها، او يمكن هو كمان عاطي بزياده شويه، تمام، زي ما قلنا بترجع من شخص لشخص، بس يفضل زي ما قلت لك يعني هي كده مظبوطه جدا اهو، الديزاين بتاعك جوه التمانية في خمسة، تمام. كل اللي انت بتعمله هنا بتشيل كلمه لوجو وبتحط اللوجو بتاعك ايا كان، خلينا مثلا نروح هنا كده لوجو فيش مثلا اسماك، يعني هاخد مثلا اللوجو ده، يعني خلينا اقول ان ده مثلا اللوجو بتاعك انت الشخصي مثلا او لوجو المحل بتاعك. انا كده شلت الابيض سريعا، كونفرت عشان قلنا ما بيبكسلش. كل اللي انا بعمله بحط اللوجو مكان اللوجو، تمام، وببدأ اكتب الاسم بتاعك انت بدل الموجود ده، وكل البيانات اللي انت محتاج تضيفها بتضيفها بدل البيانات اللي انت شايفها قدامك دي. فطبعا دي طريقة، يعني دي طريقة من الطرق اللي انت تقدر تشتغل منها. طيب لو انا عايز اعمل حاجة انا بايديا بقى من الصفر، تمام، خلينا نشيل كل الكلام ده. في الكروت الشخصية بيفضل ان انت تكون سيمبل جدا، تكون يعني بقدر الامكان بسيط قوي على قد ما تقدر، وتحاول تخلي البيانات واضحة وما فيهوش شغل كتير. فانا مثلا في الكارت الشخصي هتلاقي دايما شغل الكيرفات بقى والقطعات والكسرات والحاجات اللي هي بتبقى عاملة كده، مثلا خلي مثلا لونها اي لون، مثلا النبيتي او ازرق او ايا كان يعني اهو، تمام. ممكن مثلا يعني هي بص الشيبس اللي هي الحاجات اللي موجودة المربعات والدوائر، هو هي الحاجات دي بالظبط اللي انت هتفضل شغال منها مش هتخرج براها. وممكن اعمل دايرة كده، يعني انا عملت خط نازل من تحت، ممكن اروح اعمل دايرة كده خليها اللون الابيض مثلا، واحاول اصغرها على اساس ان انا هحط هنا اللوجو فقط،
تمام. اللوجو اهو. كنترول الت جي هدخله جوه الدايره اللي انا عملتها. هبدا اصغر كده هيبقى معايا بالشكل ده. طيب خليني مثلا الباك جراوند البيضة انا وقفت عليها اهو، هروح جاي عند السوليد كولر لو انا عايز اغير في الالوان مثلا، هخليني في اللون الرصاصي شوية، هعمل نيو لير برش الابيض عشان اخليها يعني واخدة شكل السيلفر شوية بالشكل ده. خليني مثلا اقول ان اسم المكان اللي هو السلمون فيش، فهكتب هنا كده الاسم بتاعك، يعني مش شرط اللي انا هكتبه ده، هروح عامل كده وهاخد من نفس الدرجة الكحلي، يعني انا مش عارف هي ليه السلك بتاع المايك بس جاي على الكيبورد مخليني مش عارف اكتب اصلا. فهو فيش هكتبها بنفس اللون الاحمر اللي هو موجود في اللوجو بالشكل ده، تمام. طبعا لو في سلوجان او اي جملة انت حابب تضيفها بتضيفها، يعني هو بس عشان الكارت كله بقى انجليش فاصبح ان انا مش هينفع ادخل عربي، فايا كانت السلوجان بتاعتك انت ممكن تخلي في الاخر الكارت كده مثلا، وهنا مثلا 19 3 6 مثلا رقم الموبايل، بالشكل اللي انت شايفه ده، وتروح تجيب اي ايكون، اعمل راسترايز عشان احذف. طبعا كل الكلام ده احنا شرحناه في الجزء بتاع اليوفط، هو هو بالظبط اللي بتعمله في اي حاجة بقى. كنترول يو، مش عارف هي ليه ما قلبتش ابيض، بس خلينا نلونها من هنا كده، هختار اول حاجة بعد كده الكلر وبعد كده هختار الابيض، وممكن اكتب اي جملة مثلا زي هوت لاين، وهوسع كده الحروف بعيد عن بعضها بالشكل ده، وهبدأ اصغرها هتديني الشكل اللي انت شايفه ده، تمام. كمان لو انا حابب اعمل شوية اشكال بقى، زي مثلا انا عملت كوبي من الجزء الازرق ده، كنترول جي اهو، ممكن اغير لونه لاي لون تاني مثلا كده، وابدأ اطلع دي فوق بالشكل ده، تمام. انت براحتك ممكن تكبر كل الكلام ده طول ما انت جوه النص سنتي اللي احنا سايبينهم امان. كمان ممكن الدايرة دي هعمل منها كوبي، هكبرها شوية، هخلي لونها لون تاني بالشكل ده، تمام. فانت اصبحت عملت كارت بسيط جدا 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 في اقل من دقيقة مثلا. طيب في هنا مثلا شكل زي المربعات ده، يعني خلينا اشوفه هو فين. طبعا انت ممكن تحمل كارت وتاخد منه اي حاجة عجباك، يعني مثلا الباك جراوند دي مثلا عجباني، ممكن اخدها احطها مثلا في الكارت بتاعي فيبقى بالشكل ده مربعات دي، فاهمني. فدي كده السر السريع في انك تعمل ديزاين كارت، يعني هو الموضوع مش معقد تماما، انه في الناس بتبقى فاكرة الموضوع صعب ومش عارف ايه، لا 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 خالص خالص. فانت لو شايف ان الديزاين ده لا مش عاجبك وبتاع، وانت مش عارف دماغك واقفة ومش عارف ايه، فبتلجأ لحتة ان انت تروح للمواقع اللي زي كده، تبدأ تشوف بقى تعمل تغذية بصرية وتاخد بقى فكرة من هنا على فكرة من هنا، وتبدأ يا باشا ايه في الاخر تنفذ كارت شخصي، تمام. كمان لو انت خلصت الديزاين وعملت سيف وعايز تحطه على موك اب مثلا، حاجة كده يكون شكلها لذيذ، ممكن تروح هنا على جوجل تكتب موك اب او موك اب كارت او بيزنس كارد، تمام. هتلاقي مثلا حاجات كتيرة اهو، كل اللي انت بتعمله بتحمل الشكل اللي انت عايزه
بالطريقة دي، وبعد كده هتجيب الديزاين بتاعك بالشكل ده، هتبدأ تشده من هنا كده ومن هنا كده ومن هنا ومن هنا، كنترول ده كله وانا دايس كنترول اهو، عايز بس ياخد كمان شدة من هنا كده، وهروح الت كده عشان اسحب اعمل كوبي منه، وهنزله تحت اللير اللي فوق دي، وكنترول برضو وانا شادد، بالشكل ده هدوس اوكي وهرجع كده، هتلاقي ان انت عملت موكا بشكله لذيذ قوي للكارت بتاعك او للديزاين بتاعك. فده كده درس سريع لازاي تعمل ديزاين لكارت شخصي، والموضوع بسيط جدا برضو، موضوع الاي دي هو هو نفس القصة مفهوش اي اختلاف. طيب نروح لتاني نقطة وهي نقطة الفلاير. تمام خليني اقفل كل الكلام ده. الفلاير بقى بيكون منه مقاسات. طيب خلينا هعمل نيو وهروح كده لكلمة براند، هتلاقي هنا الليتر هيد. تمام الليتر هيد ده اللي هو يعني خلينا اوريهولك على جوجل اهو، اللي هو الورقة اللي هي بتلاقيها دايما على مكاتب ايه الشركات بقى، اللي هو ممكن يكتب لك فيها اي حاجة مش عارف ايه، هو ده بيتسمى الليتر هيد، وده بيكون في منه مقاسين، بس يعني الاكتر بيكون اللي هو المقاس الاي فور اللي هو بيكون 30x20 او 29، عشان بس في ناس ايه هتقعد تقول لك لا يا عم ده في 2 سم في مش عارف 2 ملي مش عارف، يعني في ناس بتدقق في حاجات كده غريبة. فانا هقول لك دلوقتي لو انت دوست على كلمة برينت كده هتلاقي الليتر. تمام وهتلاقي هنا حاجة اللي هي المقاس الاي فور الاي 6 الاي 5 الاي 3 البي 5 كلها احنا حاجات ما بنحتاجش منها غير الاي 4 تمام والاي 3 والاي 5. الاي 6 ده قليل لما بنستخدمه في الشغل بتاعنا يعني. طيب الليتر هيد لو انت عايز تعمل ليتر هيد على طول بتدوس له ليتر كده وبتدوس له كرييت، بيفتح لك مقاس الليتر بالريزوليوشن بكل حاجه. لو غيرنا الانشز كده خليناها سنتيمتر هتلاقي ان مقاس الليتر هيد بيكون شايف انت 21.59 في 27 سنتي و94. تمام طيب الاي 4 لو انت خليتها بالسنتيمتر هتلاقيه 21 في 29.7. تمام يعني عشان انا بس قلت ايه 30 في 20، ففي حد ممكن يدقق معاك على الحاجات البسيطة دي. فانت كده كده لما حد يجي يقول لك انا عايز اعمل فلاير انت بتسأله المقاس كام لشغل المطاعم. طيب مبدئيا ايه الفرق ما بين الفلاير والمنيو والبروشور؟ الفلاير ده اللي هو برضو خليني اوريهولك على جوجل، الفلاير ده اللي انت شايفه قدامك ده اللي هو اي مكان بيفتح جديد بيطبع منه مثلا 2000 5000 ويبدا يوزع في الشوارع عشان يعرف ان في افتتاح او ان في اكاديميه هتفتح او ان في مثلا معمل تحليل او ايا كان، ده بيتسمى الفلاير اللي بيتوزع في الشوارع. وده في ناس بتعمل منه الربع A4 والنص A4 والA4 كامل، والفرق ما بينهم هقول لك على المقاسات بتاعته دلوقتي. بعكس المنيو برضو خلينا اوريك المنيو اهو، طبعا المنيو برضو بياخد نفس المقاس اللي هو A4 بس ده بيتقسم لثلاث ورقات وش وثلاث ورقات ظهر، يعني بيتقسم لست تقسيمات. برضو هقول لك التقسيمات بتاعتهم دي تقدر تقسمها ازاي. بعكس برضو البروشور تقريبا بيكون شبه المنيو جدا، بس ده بيكون للشركات بقى اللي هي بتبدأ تحط تأسست شركة مش عارف ايه ويبدأ بقى يتكلم عن نفسه في البروشور، فانت تمسك كده البروشور وتقعد تعرف الشركة دي اتفتحت من امتى وهتقفل سنة كام. برضو ما فيش شركة كده كده بتكمل يعني. فخلينا نروح يعني انا بهزر يا جماعة عشان محدش يعني ربنا يا رب يكرم الجميع. خلينا نبدأ بالفلاير. زي ما قلنا انت اول ما مثلا في محل بيكلمك يا باش مهندس انا عايز اعمل فلاير، اول حاجة بتسألها له الداتا بتاعته، انت شغال في ايه هتعمل ايه الكلام ده كله، عندك عروض ايه، وتاخد منه الداتا. حلو. طيب تاني حاجة بتسألها له المقاس بتاعك كام، هيقولك يعني ايه المقاس بتاعك كام. انت تبدأ تقول له بص والله هو في ناس بتعمل الاي فور وده بيكون كبير جدا،
الفلاير، اصل انت مش هتوزع ورقه 30 في 20 في الشارع، في الاخر كل اللي هيبص فيها هيلقحها، وفي الاخر هتعمل عليك رقم كده في الطباعه. واعتقد ان النص اي 4 هيبقى اريح واحسن وافضل. النص اي 4 ده اللي هو يعني انتوا اكيد شفتوه كتير، بيكون نص الورقه الاي 4، يعني انت لو جبت الورقه 30 في 20 اقسمها نصين هتلاقي ان هو ده النص اي 4، واللي هو بيتسمى اي 5 على الفوتوشوب. يعني انا لو جيت هنا فايل زي ما قلنا، لو جينا عند برينت ودوست له على الاي 4 اللي هي الورقه الكامله 30 في 20 وعملت كرييت هتبقى بالشكل ده. طيب لو جيت خليتها برينت اي 5 كرييت، بص معايا كده ان الاي 5 هنا بدا بدل 29، يعني انت بص معايا في المقاس بتاع الاي 4 29.7 في 21 عرض، حلو. هنا هيديك النص او 21 في 14.8، يعني نص الورقة تقريبا. فانت كده بيبقى ده النص اي 4 معاك ما فيهوش اي مشكلة، تمام. وده الاي 4 زي ما قلنا. طيب كل اللي انا هعمله هبدأ اشتغل، لو هو عايز يطبع وش وظهر ما فيهاش مشكلة، بتبدأ تعمل الديزاين بتاعك في الوش، وبتبدأ بعد ما بتخلص بتسيف، وبعد كده بتشيل كل الكلام ده وتبدأ تشتغل على الظهر. طيب هي نفس نقطة الكرود بالظبط. لو انت برضو راجل ما عندكش خلفية او ما عندكش اي فكرة عن موضوع ديزاين الفلاير، هتروح هنا كده وهتكتب فلاير، هيبدأ يديك اشكال كتيرة جدا 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 تشتغل منها. فطبعا بتبدأ تاخد الشكل اللي انت شايفه كويس، تمام، وبرضو هتركز في الهوية البصرية بتاعت المكان ده. مبدئيا كده اي مكان جديد بيبدأ يشتغل معاك بتقول له انت عندك لوجو، فلو قالك اه بتبدأ تخليه يبعتلك اللوجو عشان تشوف الوان اللوجو دي ايه، تمام. وعلى اساسها بتبدأ تشتغل من نفس الهوية البصرية، يعني لو اللوجو مثلا فيه ازرق فانت هتشتغل الفلاير بتاعك ازرق، لو احمر هتبدأ تشتغل احمر وهكذا. فاحنا هنا مثلا خلينا نشوف اي شكل كويس، او لو احنا برضو ما لقيناش حاجة كويسة تعال اقولك ازاي تصمم فلاير في اقل وقت ممكن. هتفتح المقاس بتاعك كده بالشكل ده، تمام، وكل اللي هتعمله زي ما قلنا في الجزء بتاع اليوفط، انا عايز اعمل باك جراوند سريعه، هروح مثلا على السوليد كولر لو انا هشتغل الفلاير ده المطعم مثلا، هدوس له اوكي كده وهعمل نيو لير، هجيب البروش، قلنا بدوس الت وباخد من نفس الدرجه الحمراء، هتنقل لي هنا في المربع ده، هبدا ازودها قوي، ولو عطيت كليك هيديني اللايت او اللسعه اللي انت شايفها دي، هكبرها كده وهروح مثلا هجيب ساندويتش بي ان جي، بس خلينا اكتب له برجر بالشكل ده، ومن هنا مثلا هاخد الساندويتش ده هعمل له داونلود، اهو تمام. خليني مثلا هجيب اي لوجو، هكتب لوجو برجر برضو، مثلا هاخد اللوجو ده او اي لوجو يكون حجمه كبير شوية، هو ده موجود على فري بيك اقدر احمله عادي. وافتحه معايا الالستريتور اهو، وهبدا احط اللوجو في اول الفلاير من تحت، والساندويتش او الشكل بتاع الاكل بتاعي في النص هنا كده، تمام. وممكن اروح هنا كده اكتب فاير واخد مثلا اي شكل من الاشكال دي، ممكن حاجة زي كده، هي فيها ووتر مارك بس مش هتفرق يعني، هعمل كده هكبر الشكل ده، وهاجي هنا كده هعملها سكرين،
شايف عملت لك شكل لذيذ. طبعا انت هتختار حاجه ما فيهاش ووتر مارك. تمام. طيب انا عايز اعمل شادو للساندويتش ما احسش ان هو طاير كده. هقف على اللير بتاعته، قلنا بندوس كليك يمين وعلى الساندويتش كده، وهنزل تحته كده على اللير اللي تحته، وهعمل نيو لير، وهجيب البروش هخلي لونها اسود، وهعمل دبل كليك كده، وبعد كده كنترول تي والت، وهسحب من الجزء ده لليمين كده واطلع لفوق، وبعد كده هشد الشادو بالشكل اللي انت شايفه ده. تمام. وتحت هحط الارقام بتاعه المكان بالشكل مثلا ده، ولو انا عايز الون او اعمل شويه شغل في الارقام ممكن اخلي برضو زي ما قلنا في موضوع اليفط بالشكل ده، وممكن اعمل سلوجان كده حاجه سريعه مثلا طعم، اكبر واخلي مثلا الفونت ده يختفق، مثلا اهو. تمام. هعمل كنترول كده وهنزل تحت على كلمة طعم عشان الاتنين يبقوا مع بعض، كنترول A هعمل ميرج للاتنين خلاص. تمام. ركز معايا، ممكن كنترول J عشان اعمل كوبي اهو، هاجي عند اللير اللي تحت، وهاجي عند اول اختيار كليك يمين واول اختيار، وهاجي عند كلمة ستروك، وهخلي الستروك مثلا باللون ده، وهزود السايز بتاعه شوية. تمام. ممكن كنترول J تاني عشان اعمل كوبي تاني من نفس اللير، بس المرة دي هزود الستروك شوية كده، وهخلي اللون يكون احمر اكتر شوية، فيديني الشكل اهو اللي انت شايفه ده. جميل. يبقى انت كده عامل 3 لير اهم، هعملهم ميرج مع بعض، وممكن اروح تاني اول اختيار واجيب البيفل وابدأ اشوف كده اهو، هعمل اي شكل، ممكن اشوف الاختيار ده برضو كويس، وبعد كده ممكن اصغرها في اي اتجاه بقى انت عايزه في اي جنب. خليني مثلا احطها هنا كده، مفيهاش مشكلة. تمام. وبكده تبقى انت عملت الفلاير اللي بيتوزع في الشارع، وطبعا في عنوان بيتكتب تحت الرقم طبعا عشان يقول ان ده مطعم هيفتح في المكان الفلاني وكل الكلام اللي انت عارفه ده. فده الفلاير تصميمه بكل سهولة ومقاساته، طبعا زيه زي ما قلنا، لا البروشور بقى والمنيو هيكونوا معكوسين تماما عن شغل الفلاير. طيب تعال نخش على الموضوع ده. خليني مثلا كده خلصت خلاص الفلاير، خليني هسأل الشخص بتاع المطعم انت عايز تعمل المنيو بتاعك مقاسه كام. في ناس كتيرة جدا هتقولك اللي هو A4 30x20. طيب تعالى بقى نقسم انا وانت 30x20، واقولك ازاي تقسم المنيو بالشكل اللي احنا لسه شايفينه دلوقتي بالشكل ده. مثلا هروح على الفوتوشوب وهدوس فايل ونيو برينت الـ A4 الشكل ده، بس هخليه بالعرض، يعني انا هدوس هنا كده عشان يبقى الـ30 بتاعتي في العرض والـ20 بتاعتي في الارتفاع. طيب لو انت قسمت الـ30 بتاعتك على 3، يبقى كل صفحة المفروض تبقى واخدة 10 سنتي في ارتفاع 20 سنتي. احنا كده معنا 30 عرض، هقسمهم على 3. طيب بس احنا هنا مش معانا 30، احنا معانا 29.7. طيب انا مش عارف في الحاسبة، يعني انت برضو لو مش هتعرف تحسبها كده، فهتروح على الحاسبة، هتجيب حاسبة كده، تكتب حاسبة، وهتحسب هنا 29.7 على 3 يساوي 9.9. طيب يبقى انا هروح هنا عند كلمة view new، بعد كده هنا هكتب 9.9، هيبدأ يعمل لي خط، هبدأ اجيب المربع ده وهعمل select كده من الشمال اليمين، وهشده كده معايا عشان اسحب خط
على الجزء ده. يبقى انا كده عملت 3 مربعات او 3 تقسيمات كلهم هتلاقيهم قد بعض بالظبط اهو. تمام تمام. طيب اول صفحة معايا من الشمال دي اللي انا هستخدم فيها اللوجو بتاع المطعم والسلوجان والصور والارقام مش شرط عنوان طبعا لان ده منيو هيبقى جوه المطعم نفسه. تاني صفحة هنا كده تكون مثلا كده دي مثلا اللي هحط فيها الاسعار والاصناف وكل الكلام ده بالشكل اللي انت شفته معايا هنا اهو. وتالت صفحة برضو اسعار واصناف وكل الكلام ده. حلو. طيب خليني سريعا معلش برضو عشان تبقى فاهم، انا هحط هنا اللوجو مثلا بتاع المطعم اهو. تمام. وهحط نفس كل اللي انا عملته في الفلاير مع اختلاف اللون مع الارقام والعناوين مثلا في الجزء ده. حلو. وهنا الاصناف والاسعار. حلو حلو. نفس الموضوع في الجزء الثالث. تمام. يبقى انا كده عملت التلاتة اللي في وش الورقة، وفي تلاتة كمان يعني انا بعد ما بخلص بشيل كل الكلام ده وبخلي التقسيمة هي هي بالظبط. تمام اهو. وببدأ اشتغل في الظهر بقى اللي هما التلات تقسيمات دول بتوع الظهر، هخليهم بس اسعار واصناف، مش هحط فيهم بقى لا لوجو ولا عناوين ولا اي حاجة. يبقى انا معايا الورقة الاولى اللي احنا عملناها في الوش هي اللي فيها كل الكلام، فلما تيجي تطبق تمام هتطبق التطبيقه دي هتبقى في الوش زي ما هي، ودي هتخش من ظهرها كده، ودي هتخش من قلبهم في النص. ولما تفتح المنيو هتلاقي التلاتة اللي احنا عملناهم اهو بالشكل ده. تمام. يعني انا عايز اهو مثلا اهو دي نفس التقسيم اللي انا بقول لكم عليها، هو جزء الشمال نفس الموضوع. في حد ممكن يعمل الصفحه اللي في النص بالشكل اللي هو عامله ده، يعني ايه يعني هيكون ظهر، بس انت ممكن تستغله في الاصناف والاسعار. تمام. برضو نفس هي التقسيمة دي. فده تقسيمات المنيو، وبرضو هتبقى هي للبروشور بالظبط. طبعا في حد ممكن يبقى حابب يكبر المقاس حابب يصغره، هي دي التقسيمات الصح اللي انت هتبدأ تظبط عليها. حتى لو حد قال لك مقاس الاسري، بس الاسري ده يعني ما بتستخدموش في المنيوهات خالص، ده ممكن تحتاجه بقى في الفولدر بتاع المعمل التحاليل الكلام ده عشان بيكون حجم اكبر شوية. هروح على كلمة برينت اسري، لو بصيت كده هتلاقي ان هو مقاسه 42 × 29.7، ده بيستخدموه بتوع معامل التحاليل اكتر ناس يعني. فده ببساطة مقاسات وتقسيمات الاوفست وطريقة تصميمها.